اللي أنا قمت فيه ممكن أن يكون تربوياً منه مقبول، ولكن كان الهدف هو بموضوع التربية أكثر ما هو لا سمح الله أنه لا كان فيه لبيني ولا بين الطلاب أي طار شخصي. هكذا برر الأستاذ موسى ظاهر فعلته بعد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مدير مدرسة المقاصد في ضيعة العرب قضاء الزهراني يعنف ويضرب بعض التلاميذ بعنف ووحشية. وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب عقد مؤتمرا صحفيا شرح فيه موقف الوزارة، متحدثا عن إعفاء المدير من مهامه. العنف ممنوع بأي شكل من الأشكال، ولا ممكن نقبل اليوم بالعصر اللي قاعدين فيه عايشين فيه اليوم أنه نشهد أعمال مماثلة بأي مدرسة. نحن مع تشدد في التعليم، ولكن هذا ما ببرر أنه حدا بيكون عنده حق يكون يستعمل الضرب أو يكون عم بيستعمل العنف ضد التلاميذ. وفي هذا الإطار عقد اجتماع موسع في المدرسة بعدما علقت الدروس فيها، حضره رئيس جمعية المقاصد في بيروت أمين الدعوق وبمشاركة الأهالي وأفراد الهيئتين التعليمية والإدارية للمدرسة. نحن استأنا كتير مبارح وصار في عنا اتصالات مع وزارة التربية واعتذرنا كجمعية مقاصد على هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع ما بيجري بالمقاصد. أستاذ موسى له مع جمعية المقاصد 30 سنة، مدامته بجمعية المقاصد، هذه عائلة كريمة، وكان القصاص اللي عم يتقصص فيه أو التشدد اللي تشدد فيه مثل ما سمعنا من أهل الضيعة تشدد للعلامات. المستغرب أن أصحاب القضية رفضوا اتخاذ أي إجراء بحق الأستاذ على قاعدة أن ما قام به هو حرصا منه على مصلحة الطلاب. كل أحد يغلط، الأستاذ موسى وغيره ما فيه، الأستاذ موسى بدنا يا الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، مثل ابننا هذا صار له عمر بمدرستنا، عشرة عمر خينا هذا، عشرة عمر إحنا إياه، كل عمر الأستاذ يضرب، كل عمر الأستاذ يضرب، الله يرضى عليكم ويرضى على المقاصد كله. فيديو تعنيف الأطفال في مدارسهم كشف حقيقة ما يجري خلف بعض أبواب المؤسسات التربوية في لبنان، على أمل أن تتحقق المحاسبة.